السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه الطبخ قناه زها فود. اليوم غادي نحضروا واحد الوصفه ديال الكغاتان ديال البطاطا والشامبينيون. نبداو على بركه الله. نعطيكم المقادير. غادي تحتاجوا 500 غرام ديال البطاطا اللي كنقطعوها هكا دواور، علبه صغيره ديال الشامبينيون، معلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، 100 غرام ديال الفرماج فرماج غابي، ولا صوص بيشاميل. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو هي اننا غادي نسلقو البطاطا ديالنا. غادي نهزو كاسرونه ولا اي حاجه نديرو فيها البطاطا مع الماء ونزيدو عليها شويه ديال الملحه. الوغ دابا غادي نشحرو الشامبينيون ديالنا. غادي ناخدو واحد الكاسرول نديرو فيها الزبده، نسنو عليها تذوب شويه. من بعد غادي نزيدو عليها الشامبينيون ديال الشامبينيون على هذا الشكل. نديرو التوابل ديالنا، نديرو شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، كل على حسب الذوق ديالو. غادي نبقاو غاديين على الطريقه حتى نشحروا الشامبينيون ديالنا ويدبل لينا شويه، ونتلاقاو مع بعضياتنا باش نشوفوا طريقه التحضير ديال الكغاتان. من بعد ما كطيب لنا البطاطا كناخذوا المول اللي غادي نديروه في الفرن، كندهنوه بالزبده، كنديروا فيه البطاطا ديالنا، من بعد كنزيدوا عليه الشامبينيون على هذا الشكل بطريقه متساويه. نحاولوا نديروه على البطاطا كلها. من بعد كناخذوا لاصوص بيشاميل. تقدروا تلقاو الوصفه على القناه، الوصفه ديال التحضير ديال لاصوص بيشاميل. ديروها بطريقه متساويه على البطاطا ديالنا. على الطريقة حاولوا أننا نقادوها. من بعد كنزيدو فرماج غابي ديالنا من فوق. غادي ندخلوا المول ديالنا الفرن اللي مسخن على 180 درجة لمدة 30 دقيقة. نتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي. الوغ هذا هو الشكل ديال الكغاتان ديالنا من بعد ما كنخرجوه من الفرن. كيجي بهذا الشكل، كيجي لذيذ. نتمنى انكم تجربوه، ونقول لكم الى وصفة اخرى. السلام عليكم. Full size.